يعني أنا أتفق مع سؤالك الأول، أعتقد أن إيران وقع في فخ نتنياهو، وطابقت ما يريده نتنياهو طابق ما يريده الإيراني. نتنياهو يريد الاستفادة مما جرى من غزة، من الدعم اللامحدود الأمريكي له، الدعم اللامحدود الأوروبي الغربي له، كان واضحا بأن لم يستطع أحد إيقافه، بالعكس زادوا الدعم العسكري والسياسي والأمني والاستخباراتي. فبالتالي كان لدى الإسرائيليين وما زال نظرة بأن يجب أن نغير الحزام الأمني المحاط الذي يحيط بإسرائيل، يجب أن لا يكون هناك تهديد آخر لخطر أمن إسرائيل حتى لا يتكرر ما حدث في 7 من أكتوبر السنة الماضية. هذه طريقة التفكير الإسرائيلي. كان الجميع يقول نحن لا نريد، كل الإدارة الأمريكية كانت تريد، نحن لا نريد حرب إقليمية بمعنى حرب إيران مع إسرائيل. نتنياهو كان يقول نحن سنذهب إلى أبعد نقطة ممكن أن نصلها، هذا الكلام كان من يومين. أعتقد الإيراني اليوم يعني أعطى نتنياهو ما يريد بغض النظر عن النتائج التي ستكون على إسرائيل أو على إيران. بالنسبة لي أنا أعتقد كعرب سنكون مبسوطين، أنا بالنسبة لي يعني الاثنين عم يتقاتلوا فوق أراضينا، يعني إذا ترى الصواريخ الإيرانية هي فوق العراق والأردن، والصواريخ الإسرائيلية هي فوق العراق والأردن وسوريا. فبالتالي نحن سنكون أعتقد في مكان نوعا ما آمن إذا ما هذه القوتين اشتبكت مع بعضهما. الولايات المتحدة حتى اليوم هي تقول نحن مع إسرائيل 100%، لا يمكن أن نصمد على أي شيء يهدد أمن إسرائيل. أعتقد الانتخابات ستكون العامل أكثر محفز لهذه الإدارة لتقول نحن مع إسرائيل حتى لا تخسر الدعم اليهودي الأمريكي المالي والسياسي. أعتقد الإيراني تصوري لعبها بتوقيت غير مناسب له.